اهلا بكم مشاهدينا صدق مجلس الحكومة أمس على مشروع مرسوم متعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المسرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق والمتضررين من تداعيات تفشي جائحة كورونا فيما يتعلق بقطاع السياحة وقال سعيد أمزازي الناطق الرسمي باسم الحكومة في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي إن مشروع هذا المرسوم يحدد على الخصوص فترة الاستفادة من التعويض المذكور من فاتح يوليوز إلى الحادي وثلاثين من دجنبر المقبل مشيرا إلى أن القطاعات الفرعية المعنية تهم مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة ووكالات الأسفار المرخص لها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة والنقل السياحي بالنسبه للاشخاص المرخص لهم من قبل السلطات, السلطات الحكوميه المكلفه بالنقل وفئات العمال المستقلين وهم المرشدون السياحيون بلغ عدد المسافرين الذين عبروا الموانئ التابعه للوكاله الوطنيه للموانئ حتى ما تم شهر غشت المنصرم ما مجموعه 268799 مسافرا مسجلا بذلك انخفاضا بنسبه 85% مقارنه مع الفتره ذاتها من السنه الفارطه واوضحت الوكاله في نشرتها حول النشاط المينائي ان مينائي طنجه المدينه والنادور امانا عبور 97% من مجموع المسافرين وذلك بما مجموعه 185,094 مسافرا. قالت كارمن راينهارت كبيره خبراء الاقتصاد في البنك الدولي امس ان تعافي الاقتصاد العالمي من الازمه الناجمه الناجمه عن جائحه كورونا. قد يستغرق خمسه اعوام وشرحت في مداخله عن بعد خلال مؤتمر عقد في مدريد انه سيكون هناك على الارجح تعاف سريع نظرا لرفع كافه القيود المرتبطه باجراءات العزل العام لكن التعافي الكامل سيستغرق ما يصل الى خمسه اعوام واضافت ان الركود الناتج عن الجائحه سيدوم لفتره اطول في بلدان عن غيرها وسيسفر عن خلل في المساواه نظرا لان الدول الاشد فقرا ستتضرر اكثر من الغنيه تواصل أسعار النفط اليوم الارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي وسط تقديرات تشير إلى أن سوق النفط تشهد عجزا كما أن عاصفة جديدة بدأت تتشكل في خليج المكسيك وارتفع خام برنت العالمي بنسبة 0.85% إلى 43 دولار و67 سنتا للبرميل بينما صعدت عقود الخام الأمريكي بنسبة 0.90% إلى 1 واربعين دولار وعشرين سنتا للبرميل وفقا لما اظهرته التداولات نمر الان الى اخبار بورصه الدار البيضاء اليكم الان معدل صرف الدرهم مقابل العملات الاخرى ختام نشرتنا الاقتصاديه لهذه الليله شكرا على المتابعه والى اللقاء